في كلية طب الأسنان في الجامعة الأمريكية في العراق السليمانية نركز على دراسة تشريح الأسنان في مختبراتنا المتطورة. تهدف هذه الدروس والمحاضرات إلى تعليمهم بنية وتكوين وإطباق الأسنان والذي يعتبر جزء مهم لممارستهم المستقبلية. نؤكد هنا على تطبيق المعايير العالمية في جميع المختبرات والفصول الدراسية، وذلك لتوفير أفضل الخبرات والمناهج العلمية الحديثة للطلاب.